هباب. دي الرجاله اللي انت هو تخشوا محل الناس تسرقوهم. بس انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا استا كوريا. نعم يا حبيب امك ما تعرفش. انت هتعرنبني وانت وراكوا حاجه طول النهار اللي هتسجحها والمرازيف خليلها في الحاره ما تعرفش ازاي. بقول لك يا استا كوريا احنا هنكبر لابراهيم وللراجل اللي معاكي وهنخلع من هنا وكلمتين ابرك من جورنان. قال لك ما كناش نعرف يبقى ما كناش نعرف. احنا كنا فاكرينها ولد جديد من بره المنطقه يعني. وعامه حاك علينا يا ست الخضرة الشريفه. احنا كنا فاكرينه محل جلاليب رجالي. ولا عايزين نتهبب ولا نتدلع. سلام يا عم. سلام عم وداد. سلام عم النسر. شايفه قله القيمه اللي جبتها لنفسك بالمشخله؟ ثم تعالي هنا ما تنشفي كده يا اختي. ما اللي يدوسك على طرف دب بايدك في كرش وطلعي المصارين. هو انت ايه جايه من ايه؟ ما طلعتيش مصارين حد قبل كده؟ ما طلعتش. الو. ايوه يا بابا. اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اديني متنيل قاعد اهو. انت ما بتبعتيش فلوس ليه؟ هو احنا مش اهلك وناسك ولينا حق في النصبايا اللي انت عملتيها مع الواد الزباله ده؟ ما انا بكلمك عشان كده. انا حولت لك الفلوس هتروح تستلمهم بالبطاقه بتاعتك بس. بس ما تقطعيش يومين والتاني وتشخشخي جيبك. اخواتك مصاريفهم كتير. اوعي تجيبي سيره لامك لا تاخد الفلوس زي كل مره وتطيرهم. حاضر يا بابا حاضر. بقول لك ايه، هو انت اتجوزت الواد ده ولا لسه عايشه معاه في الحرام؟ لا يا بابا لسه ما اتجوزناش. خلاص ما دام في الحرام يبقى نحل وبره وكله بحسابه. ما تخلوش يمسك الا لما العداد يعد. لازم يعد ويبرز. انا برضه ابوكي واخاف على مصلحتك. طيب يا بابا اوكي يلا سلام. عامله ايه يا هاجر؟ والنبي ليكي وحش. ازيك يا كوريا؟ عامله ايه؟ وحشاني وحشاني قوي يا منابوان. اصل حاسه البيت وحشه قوي. معلش يا اختي. عارفه سكر جالي وعرفني على كوريا عشان نيجي هنا ونكلم اخوكي ويطلعك من اللي انت فيه. لو النبي بلاش. ده انا ما صدقت انه بقى بينام. ده ما بينامش من يومها. وبعدين بصراحه بقى انا ضميري مأنبني من اللي انا عملته فيه ومش هسامح نفسي ابدا. وخليني بقى مستحمله قعده البيت دي لحد ما يبقى يجي لي نصيبي واتجوز. وانت هتقدري تتجوزي حد غير سوكا هاجر؟ لا حضرتك بتشتغل فين بقى استاذ فواز؟ انا بقطع تذاكر في مستشفى بوريش. ما شاء الله ده العيله كده كلها في وزاره الصحه. وعلى كده ليك مين بقى في بطن البقره كنت جاي له ليله الفرح؟ واحد معرفه كده تبع العريس. وكان نصيبي الاسود اروح عشان الاقي اختي واقفه ماسكه اي شاب هناك. شوف يا استاذ فواز، انت ما تعرفنيش بس اسال عليا معرفتك. ده اللي في بطن البقره قول له من هي اللي استقرت الكوافير؟ هقول لك مجدع وب 100 راجل. لا اعرف العوى ولا ليا في الشمال. انا من قيمه حبه كده خطيبي دخل المستشفى كان عامل حادثه يعني وكان بيشتغل فيها المحروسه اختك وانا كنت معاه. الصراحه بسم الله ما شاء الله ادب واخلاق وبتاعت شغل شغيله شغل شغل يعني طول النهار راحه جايه راحه جايه. اللي يشوفها كده يقول مديره المستشفى. أنا الصراحة مني ما حبيتها وبقت صاحبتي كده أهو. خدها مني كلمة، أختك دي أشرف من الشرف وبميت راجل بشنبها. بس إحنا برضك يعني كلنا في النهاية بشر أكيد بنغلط يعني. اعتبرها بكعبالة. ده متكعبلة مش بموتة. والست دي زميلتها في المستشفى كده تقول لها إن فاضل لها شهر وتتثبت في الشغلان. أختك بتحب شغلها، حرام عليك اما تحرمها منه يعني عشان غلطه مش هتتكرر تاني ولا ايه يا هاجر؟ اللي اخويا هيحكم بيه انا راضيه بيه، هو مربيني وعارف. للاسف ما عرفتش اربي، كنت فاكر ان انا مربي راجل ممكن اتسند عليه لما اقع، لكن الضلع لا وجع وجه. انت
تيجي تعدله ينكسر. تربيتك في محلها يا اخوي، اختك ما غلطتش ولا هتغلط. وبعدين احنا مش حمل قطع الشغل ده، ده احنا بنحط القرش على القرش عشان يمشينا. انا مش هقطع يا هاجر عشان اقول هم مصاريفك. قطع لساني لو قلت كده، والله ما اقصد. ربنا يخليك لنا وما يحرمنا منك ابدا. يا استاذ فواز، حضرتك راجل متعلم وقاري، نزل اختك شغلها من تاني واشرط عليها باللي انت عاوزه. انا عمري ما اتعودت اشرط على اختي، طول عمرها عارفه اولها من اخرها كويس. النبي يا استاذ فواز، وما ليك عليا حلفان، اختك دي مفيش زيها، ما تخافش احنا كلنا معاها وحواليها. اسمعها منها هي انها مش هتشوف الواد ده تاني ابدا. حاضر حاضر يا اخويا. خلاص يا سندس خلاص. في حاجة عجبتك؟ دينا اخسى عليكي، مش بتسألي عليا ليه؟ ما انا جيت اهو عشان اطمن عليكي. انا ماشي الحال كويسة، واول مرة كمان اتفرج على المحل. ذوقك باين فيه، بس خسارة في المنطقة دي. انت بتقولي ايه؟ هو انا لو في ظروف تانية كنت هفكر افتح محل زي ده اصلا. المهم اسمعي يا لحسن، انا لازم امشي بسرعه لحسن محمد شايط وبيتخانق بقى معايا في كل حاجه. اسمعي انا مش عايزاكي تقلقي من اللي هقوله ده. نادر ساب القضيه وخلاص مش عايز يكملها، بس انكله بيطالب بعدني عشان اقول لك حابه توكلي مين غيره. سابها يعني ايه؟ سابها ازاي؟ هي لعبه؟ دي حياتي ومستقبلي. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل لي. انا ربنا بيعاقبني على ايه؟ ليه كل الناس عماله تتخلى عني؟ في ايه يا دينا بس؟ معلش يا عايدي، كل ده هيعدي صدقيني. احنا دلوقتي قدام امر واقع، ولازم تفكري حابه توكلي محامي مين غيره. انا مش عايزه قوي محامين، خلاص ان شاء الله يحكموا عليا بالاعدام. بس انا مش قادره افهم ايه اللي يخلي نادر يبيعني. الواحد طول عمره يسمع عن الاكل والشرب الدريفري، اول مره يسمع عن المحاضر الدريفري. دي جديدة ما شفناهاش غير على ايد الست جمالات والست كوريا. كوريا ما تهدم مال يا نونو. الله تخلينا نخلص من ام الفدمة الحمضان اللي ريحته ضرب في الحتة دي. انا ما عجبناش. لا انا مركب دبورة ولا ساحب امين شرطة في ايدي وداخل. حتى الجزار هيجي جنب الامن والامان. لحد ما اخرج من هنا لو سمعت صوتك انت ولا مراتك انا هاخدكم معايا وانا نازل، عشان بعد كده لما يبقى لكم جيران محترمين تعرفوا تتعاملوا معاهم بادب ازاي. فين الفلوس يا نساكوري؟ نورتنا يا باشا، نورتنا وتعبينك معانا والله. مفيش لا تعب ولا حاجه، مش بيقولوا برضه الشرطه في خدمه الشعب؟ بس ده المحترمين بس، لكن اللي ما يحترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون. ايوه كده يا حضره الضابط يا حلو انت. ايوه بالنبي شوف الجماعه المقرفين دول، ده كل قرف اللي يقرفكم. خد قد فلوسك. ملوش لازمه. كمل يا ابن المحضر. هذا وقد استلم صاحب البيت من الآنسة كوريا عبد العاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته 10,000 جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين، وتعهد صاحب البيت بعدم التعرض للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا واللي عرض نفسه للمساءلة القانونية. تمام الفلوس؟ تمام تمام. بتمضي ولا بتبصم؟ ابصم ده ايه؟ انا متعلم، انا معايا خيط. طب اختم يا اخويا.
هي كبده قمت ليه؟ ايه ده طاعون ها؟ ايه ده؟ ده الشور روسي. شور روسي؟ وانا سهران في مركز ثقافي، فين الرقاصه يا عم؟ جايه يا هيما اتقل، احنا بس بنعمل لك احماء، انت مش مبسوط ولا ايه؟ مش مبسوط؟ اوعى بس لما يجوا يحاسبوني يا طاعون ما يحاسبنيش حساب سبيشال، لحسن انا مفيش غير 50 بلبل في جيبي. وهتاخد باقيك الداكي، عيب. يا خوفي، يا خوفي يا طاعون. اصل انت لسه اسمك مكتوب بالقلم الرصاص يا خوفي بقى عشان تتقله بالجاف وقت ما يجوا يدبوا فيا تروح دابب فيهم. ايه الكلام الصعب ده هيما؟ وربنا دي كده ولا اعرف ده صلاح جافين ولا دي رباعيات؟ يلا يلا روح انبسط يلا انسى الكلام ده. احتمال ما رجعش الترابيزه. هيس يا كبداكي هيس. خضتك؟ بص انا اقول لك على حاجه، اصل وانا معدي لمحتك فلقيتك نسخه بجد من واحده كنت مصاحبها قبل كده او حك صاحبتي او رفيقتي او اي حاجه. ايه ده؟ تعرفي منين؟ لا ما اعرفوش. ايه ده؟ ايه السر اللي دخل علينا؟ في سلامتك. طب يلا 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 يا اخويا يلا 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 يا اخويا. ايه يا كداكي رجعت ترابيزتك؟ انا كنت هبيع. بجد؟ والله ده حمار. ما اسميش قول يا غلقة. هايدي الو. ايوه هايدي. ليه كده يا نادر؟ ممكن تفهمني انت بعتني ليه؟ هايدي انا ما بعتكيش. هايدي انا تعبان جدا، انا ضايع، مش عايز اضيعك معايا. انا فعلا اتلككت عشان انسحب من قضية، بس ده عشان مصلحتك انت مش عشاني انا. هايدي بجد انا مش هقدر افيدك دلوقتي، احسن لك تشوفي لك محل تاني. انا مستعد اكلم لك واحد صاحبي ممتاز لو عايزه. لا 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 متشكره قوي كتر خيرك، انا خلاص هسلم نفسي، هي كده بقت واضحه خلاص. هو ايه اللي واضح يا هايدي؟ انا ما عملتش حاجه. انت كنت شريك مروان ونجوان في كل اللي هم عملوه، انت اللي عملت كل الاجراءات القانونيه المضروبه عشان ياخدوا القرض ويهربوا. هما سافروا وانت كل اللي كنت بتعمله انك كنت بتعطل اي اجراء ضدهم وتفضل تخدعني لحد ما يظبطوا امورهم، وبعد كده هتقسم الفلوس معاهم. انت اكيد ضامن فلوسك، بس مروان عشان واحد ندل وحقير ضحك عليك وخد منك نجوان، واكيد ده اللي وجعك قوي. نادر انا طيبه صحيح، بس انا مش حماره وعبيطه. عيب عليك قوي اللي انت عملته ده، عيب. هايدي الو. ايوه يا هايدي. الو. انت مين وعايز ايه؟ انا واحد مش مهم انا مين، المهم معايا ايه. عايز ايه يعني؟ انت مين؟ انا معايا ورق مستقبلك كله واقف عليه. ورق؟ ورق ايه ده بقى ان شاء الله؟ 5 مليون دولار. نعم يا حبيبي. 5 مليون دولار وانا ادي لك الورق اللي معايا. مجنون يا عم. صل على النبي. من الاخر كده هايدي هي رئيسة العصابة، وانا متأكد انها مش في مصر اصلا، وهتلاقيها مدورها من بره. بعدين انت مش بتقول ان الواد المحامي ده مقضيها صرف وسكري ونسوان؟ يبقى خلاص يا معلم، الفلوس اتقسمت والواد ده خد ربع محترم من الفرخ، ولو نفضته هينزل الفلوس اللي معاه، ولو ابوها شريك معاهم هيقع هو كمان. هوقع مين يا ابني؟ بقولك محامي صايع، مش حد وكله وخد يوم حبس، هوقعه ازاي بس؟ لا يا راجل. وانت دورك ايه بقى ان شاء الله؟ هتفكر يا عم، هي قضيتي ولا قضيتك؟ ولا عايزني بقى اروح اوقعهولك واقبضلك عليه كمان؟ هو انا طلبت منك توقع لي حاجه؟ قول لي انت عامل ايه مع الموزه البلدي اللي موقعاك؟ صعبه صعبه وتقيله قوي، مش لاقي لها دخله بصراحه. بقى حاسس ان شكلي بقى بايخ قوي وانا عمال اتحجج كده وانط لها كل شويه. الناس في المنطقه يقولوا عليا ايه؟ ايه جو المراهقين ده؟
يا ابني انت رئيس مباحث اكبر اسم فيك يا مصر، ودي حته بنت بلدي، خش فيها وظبطها وش طبعا. قول لها تعالي نخرج. لا يبقى شكرا، هي الخسرانه. ويبقى انت وفرت وقت ووجع قلب. اصل انا حاسس انها جايبه معايا بس على مهلها يعني، فمش عايز بقى ادخل بغش ما بوظ كل حاجه. استني كده الاقي لها دخله حلوه. ده انت قديم وابيض واسود قوي. ماشي يا عم جديد، ورينا بقى هتوقع هايدي ازاي، وانا هوريك القديم هيوقع جمالات ازاي. استني استني، خد بالك، واحده واحده. ده انت فظيعه فظيعه. ايه الحلاوه دي؟ انتوا بتاكلوا ايه؟ بتاكلوا ايه؟ هتبقوا سيبين. لا يا حته مارونجي لاسي والاسم شوكولاتة، شوكولاتة الناتة كمان ناتة ماسكة في ايديا ليه يا بطة؟ تا 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 ناتة كمان ناتة. عادي عادي اتغذي، انا اللي عايز اتغذى. ايه ده؟ وده وقته؟ ده وقته بيضرب في اوقات مش حلوه. سوري يا حبيبي. الو. صباح الخير يا بابي. اهلا يا روح بابا، صباح القشطه، صباح النور، وحشتي بابا. ما تجيبي بوسه. لا لا لا، مش انت يا روحي، اطمنيني بس، عامله ايه؟ زفت يا بابي، زي الزفت، كل يوم مستنيه كارثه جديده ومصيبه جديده وحد جديد يأذيني ويبيعني، وانتوا كل واحد فيكوا عايش حياته ومحدش سائل فيها. ايه يا حبيبتي، في مشاكل تاني في الحاره؟ نادر يا بابي، ازاي يكون كل ده بيضحك علينا ومتفق مع مروان ونجوان ومحدش فينا حاسس؟ نادر؟ نو 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 نو، لا يمكن يا حبيبتي، لا نادر، لا لا يا ولية اسكت، لا سوري يا حبيبتي، لا نادر، لا لا ابدا، انا اثق فيه جدا، لا ده ولد محامي ممتاز، لا لا انا لا يمكن يخوني او يخونك، انا هكلمه واخليه يرجع تاني ويمسك القضيه. طمني يا روح بابي، خلاص حط ثقتك فيا وفي نادر، اوكي؟ طيب يا بابي ماشي، اللي تشوفه. باي. انا البس اهو، يلا خرجيني بقى. حاضر يا سندس. انا عايزه اروح السيم. حاضر، قلت لك حاضر. طب خليني حتى اروح السيده زينب، انا عايزه ازور السيده. ايه يا سندس مالك؟ طب خرجيني انت. انا مش بتاعه الخروج، دي بتاعه الخروج اهي. ايه ده، انت لسه ما لبستيش؟ مش تفتحي النهارده ولا ايه؟ مش هنزل، ماليش نفس. ايه اللي مالكيش نفس ده؟ وانا بعزم عليكي بسندوتش مربى. انا عايزه سندوتش مربى. حاضر يا خالتي هجيب لك. حاضر. هم العيال نسر وهدان دول اللي كدروكي صح؟ بقول لك يا جولي، بطلي دلع وانزلي شوفي اكل عيشك، ولا انتك منك بقى يعني عشان دفعتي الايجار مقدم ما تقعدي لنا زي البروطه؟ انت عايزه مني ايه؟ انا مش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم مع حد. الحق عليا اني بقوي عظمك يا بنت، هم اول عيلين هيضايقوك هتقعد لنا في البيت. بقول لك ايه، انتي نزلتي الشارع، والشارع مش عايز شغل بابي ومامي ده خالص، الشغل عايز كلبه مسعوره بتهبش بسنانها كده اهو. يعني زيك كده. نعم يا عمر، زيي؟ يا اختي زي، يا ريتك يا حبيبتي تعرفي تبقي زيي، ده انت لو وقفتي على ودانك كده وما تعرفيش تبقي زيي، دي مرمطه وشقه سنين لما الواحد ما بقاش عارف لو جتته من تراب الشارع. اسره، انا هعلمك تتعاملي مع الاشكال دي ازاي، مش عشان سواد عيونك، لا عشان بس ما خلفتكيش ونسيتك عشان اقعد احوش عنك كل يوم. ماشي؟ انت عينيكي سودا. انا رجعت لكم تاني اهو، هطلع عين اللي مش هيشتغل. ايه ده مالك يا منجوان، في ايه؟ ولا حاجه يا بنتي، بس انا ظهري نقح عليا من التوطيع، انا هكمل اهو. طب ما تخشي تريحي في اوضتي شويه او غيري هدومك وروحي. لا ولا ايه، بعدين اليوم يتخصم لي، انا كويس يا بنتي. ماشي، طب انا هروح اشوف الحاله اللي في 306 وهرجع لك تاني. صباح الخير يا ابو هاجر. صباح الخير يا سيد. ايه سيد ديت، ما تخليها سوكه كده. عايز ايه سوكه؟ جاي اقول لك الحمد لله على السلامه ونورت المستشفى. انا كنت متوحش عليكي يا ابله، انت وحشتيني على فكره من يوميها والله العظيم ثلاثه، وانا عارف انام ولا عارف اكل لغايه ما كوري قالت لي انت نزلت الشغل. الحمد لله على السلامه يا ابله. هو انت ساكته ليه يا ابله؟ وانا عملت حاجه لا سمح الله؟ بعد اذنك يا سوكه، انا عندي شغل. طب الحمد لله على السلامه.
انا هنزل استناك قدام المستشفى عشان عايز كده في موضوع. وتستناني ليه؟ عايز اقول لك كلمتين يعني ابلس بصراحه مش عارف اتكلم معاك هنا في المستشفى. بص يا سوكا، احنا ما عادش بينا كلام يتقال وكفايه قوي اللي حصل. احنا ناس على قد حالنا ومحتاجين القرشين اللي اهلي مخرجيني من البيت علشان اجيبهم، واخويا فواز شغال في مستشفى قريبه من هنا وما عارفه كتير قوي، ورئيستي في الشغل قرشه ملحتي، وميت مين هيتمنى يروح يقول له ان احنا بنتقابل. بقول لك يا ابله، انا مش عايش مالي ولا ماشي كده لا سمح الله، انا بحبك، عارف اني بحبك، ولا الفقير يعني ما ينفعش يحب، بس هو بس الحاله مش متيسره. اول ما تيسر ان شاء الله هروح لاخوكي واقول له عايز اتجوز هاجر، ابله هاجر، ونخلف وربنا يكرمنا. بص يا سوكا، ربنا يعلم انت عندي ايه، بس انا ما وعدتش على ابويا وامي، واخويا فواز هو كل دنيتي، وانا وعدته ان انا ما اكلمكش تاني، وكلمتي بميت راجل. هو عملت كده. قوم نجوى، قوم نجوى، شيل معايا سوكا، قوم يا وادي معلش. شوفي الحرمه، الحرمه اللي على حق ربنا اللي من بطن البقره ولا فم الخليج ولا السيده بتبقى ست، حاجه كده غير اللي انت عاملاه دي خالص. احسن تفتكري يعني كمنك حطيتي عباية سودة على جدتك بنتي واحده مننا ولا حاجه؟ وانا ابقى واحده منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا انا شويه وماشيه، ومش عايزه خالص ابقى بيئه وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده. يا اختي صلي على النبي كده وتشامله زي الرقصه على السلم. لا انت محصله بنت زواج ولا عارفه تبقي بنت بلد. ماشي، وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسوره؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه هاتي اصبع الرشدة. الروج يعني؟ ايوه هاتي اهو. بص، اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه، لا ادهني بزمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحناتك. اوريكي ازاي. استنى شوف. ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه، خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص، تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص شايف البودره دي؟ دي بقى تسيبك منها خالص، دي اختراع فاشل ملوش لازمه، الكلام ده ما بيجيبش همه. هو نفس الصوبه، تلياطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تلياطي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا موردش حريم الحاره كلها، ياكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصوا هاتي ده، هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو، تبقى عامله زي عين البقره. ماشي؟ بقره؟ اه، ولو عرفتي تضربي شعرك اكسجين اضربيه، بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر، ما احط هايلايت وخلاص. ايه؟ بقول لك ايه؟ اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي؟ اختي. اشوف؟ لا ما ينفعش كده اهو، تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي؟ لا اشوف برضك. لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى لو حد زود معاكي بالكلام هبي فيش زي وابور الجاي، قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده، انا مش عايزه الزفت ده، هاتي غيره، هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدعوه. لا بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي. اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها، تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا، ثم اما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فارده ظهرك كده وجسمك مرسوم، تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك، وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق، نظام ايه؟ شوق ولا تدوق. ها؟ ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس، تقوم واخده شبكتك من رجلك على ايدك كده على طول، الرجاله ماتوا في الحرب، مفيش حاجه هتحميك الا الدراع. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده، هتتعلمي. خد شبشب. لا ما مش عايزه ده. امسكها يا بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني استني هاتي ايدك. ليه اجيب ايدك؟ خلاص اعمليها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا. انت ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك؟ انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه، مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا، انا برحل في حسي بقى ليه بقى لي ساعه؟ ما تولعي.
عليك يا سارة. ايوه حضرت الفلوس يا دكتور. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ فلوس الورق اللي قلت لك عليه، 5 مليون دولار. انا معيش المبلغ ده ومش عايز الورق اللي معاك. الورق اللي معايا يهمك ويهم ناس حبايبك قوي، دي مساله حياه او موت ليك والناس كتير، واللي انا طالبه ولا حاجه جنب اللي معايا. اول حاجه تقولي الورق ده فيه، ولو انا مهتم بيه لازم تديني شويه وقت عشان اجمع لك المبلغ. اللي انت شايف ايه؟ اول هام تديني 100,000 جنيه عشان اقول لك الورق ده فيه ايه. ماشي، قول لي ازاي وامتى. احدد لك المكان والزمان وابلغك بيهم يا دكتوره. ادخل. نادر يا نادر، ايه اللي انت عامله ده؟ ابو طالب بيه والبشمهندس طارق عايزينك، قلت لهم ان انت نايم، قالوا لي لا ندخل له. دخليه. ادخله هنا؟ ايوه هنا، ايوه هنا. الله، وانا غريب ولا ايه؟ طيب عايز حاجه؟ شكرا، انا اذنكم. اتفضلي. شوف بقى نادر، انا اذا كنت انت عاوز تدمر حياتك انت حر، انها ما اسمح لكش انك تدمر حياة بنتي هايدي. واحنا مش خلصنا كلام في الموضوع ده قبل كده ولا ايه؟ وانا مش قلت لك مش هكمل في القضية دي؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ رحنا المحامي تاني، المدام هربانة ومطلوبة، ما ينفعش توكل محامي تاني. وبعدين احنا ما نعرفش حد غيرك، وهي كمان ما تعرفش اي محامي تاني. وبعدين ما يصحش انك تتخلى عننا في لحظة زي دي بالبساطة دي. اسمع بقى نادر، انت قاعد بتتدلع واحنا صبرنا عليك كتير، واحنا مش نايمين على ودننا، احنا مصحصحين قوي. وبعدين سكت، انت محامي وبتفهم في القانون، فانا مهندس وبفهم في المعادلات والمقدمات والنتائج، ووضعك ده مش مريح بالنسبه لي، وانا عمري ما استريحت لك. خلاص خلاص يا نادر. خلاص ايه يا عم، ده عبي حاشش. يعني انت دلوقتي هتكمل القضيه ولا هتسيب هايدي تتحبس؟ انا عايز اقول لكم على حاجتين مهمين. هايدي مش هتتحبس، طول ما هي هربانه مش هتتحبس، الا بقى اذا سلمت نفسها او اتقبض عليها. تاني حاجه والاهم، انا كمحامي بقول لك انت لو جبت لها ساحر مش بس محامي، برضه القضيه لبساها ومفيش اي مخرج قانوني. احنا نجيب ساحر منين بقى احنا؟ يعني هتكمل القضيه ولا لا؟ لا قلت لك يا عمي ما تضيعش وقت معاه، هايدي كان معاها حق. اسمع يا نادر، اعتبر الحرب بقت بيني وبينك، وانت ما تعرفش طارق السنهوري لما بيحارب. بقولك يا طارق سنهوري، ايه ما تاخد نفس تهدي نفسك بيه شويه. مش كده يا اختي، المرايات كلها مجيره، النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه، بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقولك ايه، بيروح الراجل بتاع الكريمات وليه الكريم ده خلص، عايزين منه تاني. اوعي تنسي. كملي. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر؟ لسه فاكر قلبي يدي. اخلص يا هيمه، عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخوان، ما تروح تحلق، غلطان في العنوان يا حبيبي، هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيمه، هتطفش النسوان اكتر ما يطفشانه، يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت انت بحلق للراجل؟ قولي لهم خطيبي وبحلق له، وانا غريب؟ اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. ما تبطل دلع بقى وتقول عاوز ايه؟ وايه المشكله لما تدلع عليكي؟ انا عاوز حلقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك والبنات تقعد تبصبصي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قافشه ولا ايه؟ شوف يا هيمه، انت طول عمر دبلتك في ايدي ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط، بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي وجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبداكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداكي يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. وجعني يا هيمه، وجاني عشان بقتش عارفه اريحه من ناحيتك، ما عدتش مأمنالك، مش مطمنالك كده، حاسه ان في اي وقت هتجيب سكينه تلمى وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد ملا عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها. يا سلام. يا خلاص يا راجل. في ايه يا وليه؟ اطلعي بره، اطلعي بره.
ايه الولاد المجنونه دي؟ فضحتنا. انا عمري لا حبيت ولا احب حد زيك يا كوري. انت حياتي. يو يا راجل محل ازاز. جود مورنينج مستر مروان، اندرو سبيكينج. Yeah. I send you some photos of diamond looks like the one you have. Did you look at it? في ايه؟ Yeah, ما فيش حاجة. كوري. Okay, please check it and tell me. If you like any of it, we'll order it for you. Okay? Listen, please. They are all far from what I needed. Don't look around in tight circle. Search in Italy. Italy have a large and secretive market for rare diamonds. I'm sure you already know. Please, search again, please. Okay, Mr. Marwan. Okay, I'm gonna check again for you. No problem. Thank you. Goodbye. هو في حاجة؟ مفيش. انت ما زهقتيش؟ حزق من ايه يا حبيبي؟ ما هو المطعم حلو اهو والاكل تحفة. لا مش قصدي. قصدي اقول لك يعني ما زهقتيش من حياة الاغنية دي؟ اكل وشرب ومرعى وقلة صنعة. ايه بقى؟ عايزين حاجة تكسر الملل ده. بص يا حبيبي، طول ما انا معاك عمري لا هزهق ولا حمال. يا حبيبتي، ما انا كمان. بس ما تيجي نلعب. نلعب؟ نعمل ايه يعني؟ مش فاهمة. فاكرة هايدي؟ ايوه، مالها؟ زمانها دلوقتي محبوسة في مصر، واخدة من 10 ل 15 سنة سجن. غير انها ضيعت كل فلوسها وما طلعتش بحاجة يعني. هو في ايه؟ انت ضميرك صحي فجأة ولا ايه؟ لا مستحيل، انا ما فيش ضمير اصلا. ايه رأيك تتحبسي ليلة في السجن؟ بس مش في السجون المصرية، في سجن 5 نجوم. ايه؟ انا هاخد 1,000,000 يورو وهديكي منه 250,000 يورو. ها؟ موافقة؟ اتحبس واخد 250,000 يورو؟ تيجي ازاي دي؟ مش هقولك ازاي؟ اما توافقي. خلاص موافقة. يبقى هقولك ازاي. قولي. بس ده دكتور نادر. يا دكتور نادر، يلا يا حكم صار. انت يا دكتور نادر، يلا يا حكم صار. يا بنتي ده الدكتور نادر يا بنتي.